أخبار اليوم. أنت بتعملها كده ليه؟ عشان توزن معايا، عشان إيه؟ خفيف عشان توزن. توزن إزاي يعني؟ يعني بدل ما أوزن 2 كيلو شوال يوزن 4 كيلو. لما انت تطبقه كده الكنز وسعر الكيلو بكام دلوقتي؟ 7.5. 7 جنيه ونص. تبيعهم فين؟ في السيده وفي عابدين. في السيده او في عابدين؟ في ناس معينه بتاخدهم منك؟ فين في السيده بالظبط؟ عارف الجحش بتاع الفول جنب اسم السيده؟ جنب شارع السد. جنب، لا شارع السد، لا الاسم بتاع السيده شارع بورسعيد. لا من جنب الاسم والمطاف. اللي جنب الاسم، لا مش اللي جنب المطاف، اللي بعديه بقى، اللي بعديه على طول جنب الاسم الناحيه الثانيه، تطلع وانت طالع على طالون. قبل طالون في هناك ناس كتير ولا ناس؟ لا في 2 قصاد بعض، يعني واحد وعمه. احكي لي بقى بتجمعهم ازاي؟ بنقيهم من الشارع كده، ممكن امشي رمسيس عشان اجمع شويه. في معدل كل يوم بتجمع كام كيلو؟ كل يوم ممكن 3 كيلو، الأيام العادية بيبقاش في شغل 2 كيلو ونص 3 كيلو، الأيام الحلوة اللي زي دي مثلا 4 كيلو 4.5. هي دي الشغلانة اللي أنت بتشتغلها كل يوم. شكرا جزيلا.